اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اجعل أيادينا هي العليا ننفق منها بالليل والنهار. اللهم اجعلنا سببا في إيصال الخير إلى عبادك. اللهم اجعلنا سببا في إدخال السرور على عبادك. اللهم اجعلنا سببا في تيسير عسير أمور عبادك. اللهم اجعلنا سببا في إزالة الكرب والهم عن عبادك. اللهم اجعلنا سببا في هداية عبادك. اللهم اجعلنا سببا في جذب قلوب العباد إلى بابك. اللهم اجعلنا سببا في توبة التائبين، وسببا في هداية المهتدين، وسببا في عودة العائدين إليك بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم من علينا بأن تجعلنا خدما لعبادك الصالحين. اللهم من علينا بأن تجعلنا سببا لنشر الخير في هذه الأرض. اللهم من علينا بأن تجعلنا سببا لتفريج الكرب عن البلاد. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رحمن ويا رحيم. رحمتك نرجو يا رب، رحمتك نرجو يا رب، نحمتك نرجو يا رب. ارفع عنا الغلاء، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا الوباء، ارفع عنا تسلط الأعداء، ارفع عنا ما نزل بنا إنا مؤمنون. نعوذ بك أن نكون مع أهل الشر، نعوذ بك أن نكون من أهل الشر. اللهم اجعلنا سببا لغيث العباد، اللهم واجعلنا سببا لإسعاد العباد تقربا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم وسعها على كل متضايق، وفرجها عن كل معسر، أزل الكرب عن كل مكروب، واقض الدين عنا وعن كل مدين، وارحمنا برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين. اللهم آوي من لا مأوى له، اللهم تلطف بمن لا يجد دفئا، اللهم تلطف بمن لا يجد دواء ولا غثاء. اللهم واجعلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نستغفر الله، نتوب إلى الله، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم وكن معنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم افتح على أبنائنا الطلاب في دراساتهم، ووفقهم في امتحاناتهم، وهيئ لهم الرشد في حياتهم، وعافي كل مريض، وداوي كل موجوع، وارفع الألم عن كل متألم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا تحصنا باسمك الأعظم، واحتمينا بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.